في الفيديو ذي من الكور نتاع داتا ستراكشر باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نستعملوا ستاك في بروبليم واحد اخر ابار الريفرس نتاع سترينج ولا شين دو كاركتر. البروبليم هذا من ليت كود اسمه ايفالويت ريفرس بولش نوتيشن. دونك اقراوا لينونسي ويجوا تابعوني. دونك انيسيالمون الانبوت نتاعي هو ان تابلو دو شين دو كاركتر. الشين هذيا تنجم تكون نومرو ولا تنجم تكون اوبيراتور، سوا بلوس سوا موان سوا فوا سوا قسمه. دونك الفكره لهنا باش نعملو انيسيالمون ستاك، والستاك هذايا باش نحطو فيها لي زونتي نتاعنا. دونك اذا يعرضني اثنين اونتي نحطو في ستاك، يعرضني واحد اونتي نحطو في ستاك، تعرضني توا اوبيراتور شنو نعمل؟ ما نحطش الاوبيراتور هذاك في ستاك، اما ناخو لي دو زيليمون الاخرانيين اللي تحطو في ستاك. دونك اخر دو زيليمون هما 2 و 1، نابليك عليهم الاوبيراتور. دونك 2 بلس 1 يقال 3. التروا نمشي نحطها في ستاك، ولي زوبيراتور الاخرين والدو والبلوس والام عادش نستحقهم، سي بون. دونك نطيش عليا تو، نعاود نكمل الباركور التابلو نتاعي باش تعرضني ثلاثة ماهيش اوبيراتور، دونك باش نحطها في ستاك. اوب باش تعرضني الفوا، الفوا اوبيراتور. دونك نعمل نفس الحاجة، نحط الفوا على جنب ونخرج اخر دو زونتي دخلوا في ستاك اللي هما ثلاثة وثلاثة. نعملوا تروا فوا تروا جينا نوف. النوف هذيك باش نحطوها في ستاك وباش نلقاو لي تابلو نتاعنا وفي. دونك الريزولتا نتاع الانبوت هذايا هو نوف. دونك ليدي انه كل ما نلقى اونتي نخبي في ستاك، كل ما نلقى اوبيراتور نخرج اخر دو زونتي نعمل عليهم لوبيراسيون اللي عطاها لي، ونعاود نرجع الاونتي في ستاك، ونقعد كل مره نقدم حتى لين يوفى التابلو نتاعي الكل ويقعد ستاك فيه اليمون برك. دونك تو مقعد كام باش نتعداو للكود. دونك الفكره لهنا انه اول حاجه بحكم اللي التابلو نتاعنا هو ان تابلو دو سترينج، لازمنا نعملو اون فونكسيون تاخذ دو زونتي ا و بي وتاخذ معاهم ان كاركتر ان طونك اوبيراتور. دونك اذا الاوبيراتور نتاعي بلس باش نرجع ا بلس بي، اذا الاوبيراتور نتاعي موان باش نرجع ا موان بي، اذا الاوبيراتور نتاعي قسمه باش نرجع ا على بي، واذا الاوبيراتور نتاعي فوا باش نرجع ا فوا بي. دونك هذه الفونكسيون الاولانيه. من بعد تو سامبلومون باش نعمل ستاك فارغه، باش ناخذ ان هو اللونغور نتاع التابلو نتاعي وباش نباركوري من الصفر للان موان 1. دونك كل مره باش ناخذ سترينغ اللي هو موجود في اللونتي نتاعي، باش تقول علاش سترينغ مش كاركتير؟ خاطر نجم يكون مثلا هنا كلمه معناها نور متكون من 3 ولا 4 ديجيت، دونك نجم يكون 303، هذاك علاش حما استعملنا سترينغ. دونك اذا سترينغ نتاعي ديمونسيون نتاعو 1 وفرد وقت هو سوا بلس سوا موان سوا قسمه سوا فوا، يعني هو اوبيراتور. اذا هو اوبيراتور باش نعمل؟ باش نخرج التوب نتاع ستاك نتاعي. دونك بي هو اس بوان توب، نعمل بوب، من بعد نخرج ا اللي هو التوب الجديد بعد ما خرجنا البي، نعمل بوب مره اخرى، والريزلت نتاعي باش يكون الفونكسيون اللي صنعتها الفوق اسمها اوب، نعطيها الا والبي اللي خرجتهم من ستاك، ونعطيها سي دو زيرو اللي هو الاوبيراتور. ومن بعد الريز هذاك باش نبوشيه في ستاك نتاعي. إلز توا اذا ليليمون ماهوش اوبيراتور، تو سامبلومون باش نعمل لو بوش في ستاك نتاعي. بحكم اللي ستاك نتاعي ستاك دونتي، فما فونكسيون تحول لي من شين دو كاركتير لونتي اسمها استوا. دونك لهنا كان تعملوا استوا سي بلس بلس تلقاو الدوكيومونطاسيون تاعها. دونك لهنا باش يعطيك يقول لك اللي هي فونكسيون تعمل كونفرسيون من سترينغ تو انتجر، ويعطيك شنو هما الحاجات اللي تنجم تاخذهم. دونك نحط لكم اللي هذا في الديسكريبسيون. دونك فينالمون اخر حاجه باش تصير اللي هي اس بوان توب اللي هو كيما غاديكا في الكانت انا قاعده تسعى اخر حاجه. دونك بعد ما يصير لوبيراسيون هذا تو سامبلومون باش نعمل ريتيرن للاس بوان توب. دونك باش تلقاو الكود هذا في الديسكريبسيون، وان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم وبارطاجيوها مع اصحابكم كيما العاده.